إذن مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نجدد بكم الترحيب واللقاء ضمن منافسات وتحديات سن الإجداع في ثاني أيامنا لسن الإجداع. إذن متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، تتواصل الانطلاقات ضمن ختامي مهرجان الملك عبد العزيز للهجن، طيب الله ثرى. إذا متابعينا الكرام، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا التاسع لإجداع الأبكار العام، وأول أشواط إجداع الأبكار العام، ومن المسافة لا وهي 6 كيلو ما تفصلنا عن النوماسي وعن الانتصار. انطلق وإياكم إلى البداية وإلى الانطلاق الأول. من ينطلق هنالك شعار وتحديات، ينطلق شعار مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسية. من ينطلق ويقدم لنا انطلاقة أمجاد، من تنطلق على البداية بهذا الشعار، بينما ثاني الأسماء وثاني الشعارات يصل هنالك شعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحية. من يقدم لنا انطلاقة الصباحية، من تنطلق على المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث يصل شعار متعب بن جابر بن ربيع آل جابر المري. من يقدم لنا انطلاقة ناس، يا من تنطلق على المركز الثالث، بينما رابع الأسماء ورابع الشعارات من يصل وينطلق من الجانب الآخر، يصل شعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكية. من يقدم لنا فهدى، من غيرت بدورها إلى المركز الثالث، بينما من غير يا ربيع الأسماء يصل شعار علي بن صبيح بن علي المري. من يقدم لنا انطلاقة محاسن، من تنطلق على المركز الرابع، بينما خامس الأسماء وخامس الشعارات يصل كذلك شعار وانطلاقة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم لنا انطلاقة عالية، هكذا النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود نحن وإياكم إلى البداية وإلى المركز الأول وإلى انطلاقة أمجاد، من تنطلق بشعار مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. من يقدم لنا انطلاقة أمجاد على البداية، بينما ثاني الأسماء يصل شعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. من يقدم لنا انطلاقة الصباحية على المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء تصل عالية أو عفوا شعار محاسن علي بن صبيح بن علي المري. من يقدم لنا انطلاقة محاسن، بينما رابع الأسماء من الجانب الآخر غير إلى ثالث الأسماء محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. من يقدم لنا انطلاقة يفهد على المركز الرابع، بينما خامس الأسماء يصل شعار عالية محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم لنا انطلاقة عالية، هكذا النتيجة، هكذا نداءنا الثانية، أتممناه على مسامعكم. العودة إلى البداية وإلى شعار أمجاد، وإلى شعار أمجاد وتحديات أمجاد، من تنطلق بشعار وانطلاقة مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسية. من ينطلق، من ينطلقون أبناء الإمارات، ينطلقون بتحديات وانطلاقة أمجاد.
بشعار مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا انطلاقة أمجاد منذ البداية تنطلق باحثة عن النماس الغالية وباحثة عن الانتصار، وكذلك يصل شعار هنالك محمد بن غانب بن حمود الظاهري من يقدم لنا الشيخ، وكذلك شعار بن صافية محمد بن حمد بن علي آل صافية المري من يقدم لنا انطلاقة بلد. على المركز الثالث يصل شعار بن صافية، وكذلك يصل هنالك شعار الصباحية بشعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الرابع، وكذلك يصل شعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من يقدم لنا انطلاقة بلشة على المركز الخامس. هكذا نداءنا الثالث، نعود نحن وياكم إلى أمجاد، إلى أمجاد من تنطلق على البداية وعلى الانطلاق الأول بانطلاقة وشعار مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من يقدم لنا أمجاد. ولكن حذاري من المركز الثاني، ينطلق هنالك انطلاقة وشعار سالم أو هنالك شعار محمد بن غانم بن حمود الظاهرية من يقدم لنا انطلاقة الشيخ. من تنطلق على المركز الثاني، من تنطلق بمركز الوصافة، ولكن الصباحية على المركز الثالث هنالك أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، وكذلك يصل شعار ماجد بن غازي بن ملح السالمية من يقدم لنا صرخة، وكذلك شعار ركان بن حمد بن علي أربعان من يقدم لنا زعامة. ولكن أمجاد من تنطلق على البداية، ولكن شعار الشيخة وشعار صرخة الله يا الثلاثية الكبيرة. نقترب نحن وإياكم من لائحة الكيلومتر الأخير. الله يا راعي أمجاد، أمجاد وصرخة والشيخة، الله يا الأمتار، الله يا الأمتار الأخيرة يا راعي صرخة، يا راعي صرخة من غيرت إلى البداية، إلى البداية ماجد بن غازي بن ملح السالمية، شعار الموسى، موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، تنطلق بالشيخة، تنطلق بلشة على المركز الثاني. ولكن صرخة من تنطلق ولكن شعار الموسى على المركز الثاني. انطلاقتي وتحديات بلشة على المركز الثاني، ولكن صرخة من تنطلق بهذا الأداء الممتاز. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الرائع والأداء الممتاز. تنطلق صرخة بهذا النماس الغالية من تذهب بالسلامات إلى هذا الشعار. صرخة يا بطلة هذا الشوط بشعار ماجد بن غازي بن ملح السالمي من قدم لنا هذه البطلة بالعروض المتميزة. ثاني الأسماء شعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، ثالث الأسماء إذن متابعينا الكرام
فكانت صرخة هي بطلتي هذا الشوط. ماجد بن غازي بن ملح السالمي 9 دقائق 51 ثانية 92 جزءا من الثانية التوقيتي، صرخة ثانية لأسماء بلشة بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من قدم لنا بلشة 9 دقائق 52 ثانية 14 جزءا من الثانية، ثالثة لأسماء قمرة سالم بن حمد بن سالم بن نجران من قدم لنا قمرة 9 دقائق 54 ثانية 21 جزءا من الثانية، رابع لأسماء فالح بن حمود البلوي مع المسك، وخامس لأسماء الشيخ محمد بن غانم بن حمود الضاري. إذا متابعينا الكرام شاهدنا نحن وإياكم صرخة في هذا الأداء والعرض المميز بشعار ماجد بن غازي بن ملح السالمي من قدم لنا هذه البطلة بالعروض المتميزة. إذا متابعينا الكرام الأشواط تتواصل ضمن منافسات وتحديات ختامي مهرجان الملك عبد العزيز، وشوطنا القادم بصوت الزميل بدر بن جزاء الشمري. يمر الوقت ما يقدر يغير من